انتظروا الفرج ووصل القوطة الشرقية وبادية الشام بالخلى الأمان الشرقي وبدنا نوجه له الرسالة بدنا نقول لهم للسيف للسيف للحب للحب للعز للعز للدار للدار يا دار يا دارنا حن الهوى فيك لك يا غوطة يا دارنا حن الهوى فيك حطت آدم كن على وما دون في تحقيق أهداف ثورتنا وسنعلم العالم وكرر هذه الكلمة كيف تصنع الحرية طلعنا اليوم بمظاهرة قبل كل شيء لرفض اتفاقية كفريا الفوعة مضايع الزبداني تلك الاتفاقية لها أبعاد خطيرة جدا قبل كل شيء تفريغ منطقة إدلب وجعلها تابعة لطيف واحد نحن من الخطر أنه نجعل سوريا مفروض يبقى هالتناسق هالتناغم هالنسيج الفسيفسائي في سوريا اقتلاع أهالي كفريا والفوعة وين هيرجعوا يزرعون إما في دارية وإما في مناطق تم تهجير أهلنا منها أيضا أهالي مضايا الزبداني تهجيرهم من بلدهم رح يخلق فراغ بهالمنطقة ويجعل المنطقة الممتدة المسيطر عليها حزب الله في مناطقه إلى تلك المناطق مكان مضايا الزبداني وسيفتح له طريق جديد عبر القلمون الغربي إلى القلمون الشرقي إلى فهو طريق إمداد له هذا الكلام خطير جدا هذا الكلام يؤسس لتأسيس هلال شيعي يكرس إقامة الهلال الشيعي الإيراني إيران العراق سوريا لبنان هذا الأمر حكينا بالمظاهرة الأمر الآخر حكينا على موضوع الحصار المطبق على الغوطة اللي من خلاله النظام بده يحاول ينتزع مكاسب سياسية وأصرينا أنه الثورة باقية